تحاول ميرنا لوانكو الاتصال بأولادها الأربعة في الفلبين، ولكن من دون جدوى، فهي فقدت الاتصال بهم منذ أن ضرب أعصار هيان القرية التي يعيشون فيها على الساحل الشرقي من الأرخبيل الفلبيني. Since Monday, last Monday, I'm trying to call them, but all the number is out of reach. حال ميرنا كما حال الكثيرين من العمال الفلبينيين في لبنان، لا يعرفون مصير عائلاتهم بعدما دمر الأعصار التي لم تشهد الفلبين مثله منذ قرون جزءا من شبكة الاتصالات في وسط البلاد. I cannot contact anymore until now from Friday until now I don't know what happened. I really worried until now I don't know. That's why I'm planning to go back to Philippines and go to see my daughter and three children. I have my brother there in summer, and then I am trying to contact them in the afternoon, but I cannot contact them. I don't know why I have the three number for them, but one of them I cannot. Until now, I cannot talk to my uncle, to my some of my relatives because no communication, totally blackout. ويحاول البعض من الجالية الفلبينية اللجوء إلى الإنترنت لمعرفة آخر الأخبار، لربما يجدون معلومة تطمئنهم أو حتى صورة لأقاربهم تقلل من مخاوفهم بأن يكون ذووهم من بين أكثر من 10,000 قتيل ذهبوا ضحية رياح وأمواج الأعصار. أما ميرنا فلا تفقد الأمل، تبعث بالرسائل الخطية لمن تعرف في الفلبين لعلهم يبشرونها بالخير. هي التي تركت أولادها منذ 10 سنوات بحثاً عن مكسب عيش يؤمن لهم حياة أفضل.